يسيرون والمنايا تسير أمامهم، بعد مو وراهم، لا لاحقتهم ومتقدمة عليهم أمامهم. ماذا قال علي الأكبر؟ قال: أولسنا على الحق؟ هذا اللي قلنا في بداية الكلام، أولسنا على الحق؟ ها؟ فليرغب المؤمن محقا. هذا كلام أبيه الحسين، هذا نفسه أعاذ علي الأكبر، قال: فليرغب المؤمن محقا في لقاء الله، يرغب وهو محق، فليرغب المؤمن محقا للقاء الله، فإني لا أرى الموت إلا سعادة. شيء جميل قلنا، اللي يقول شنو قلادة، هني قال سعادة، هنا كان يقول قلادة يعني زين الموت. فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. علي الأكبر شنو قال؟ قال: أولسنا على الحق؟ الإمام الحسين أجاب بإجابة هم دقيقة رقيقة مسانخة مشاكلة مشابهة للسؤال، يسأل عن الموت والمعاد، أجابه عن الموت والمعاد، قال: بلى والذي إليه. ما قال بلى والله، بلى والرحمن، بلى والراحم، لا، قال بلى والذي إليه مرجع العباد، تأكيد على نفس الحقيقة. قال شنو علي الأكبر؟ كلمة كبيرة جدا تحتاج إلى تحليل وتأمل. قال: إذن لا نبالي بالموت، وقع علينا أم وقعنا شنو عليه؟ الآن كيف وقع علي الأكبر على الموت، وكيف الموت وقع على علي الأكبر؟ وقع علي الأكبر على الموت بشكل جميل، كان زينة شهادة، وأيضا كما قال أبوه الحسين، قال سلام الله عليه، خط الموت إلى أن قال: كجيد الفتاة، يعني كان زينة. علي الأكبر لما وقع عليه الموت كان الموت زينة له، ما كان شنو الموت قبيح بالنسبة له، لأن الموت كان فيه لقاء الله، ولذلك اقترن بمقبلات أيضا. شلون يعني؟ يعني مثلا قال له لما ودعه أبوه الحسين وطلب منه شرب من الماء، قال: الآن يسقيك أبوك المصطفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. هو إذا رسول الله يسقي علي الأكبر، فكان كان فيه رحمة، كان فيه زينة، كان فيه جمال، كان فيه لذة. وإذا بعلي الأكبر يرفع صوته في هالوقت، جاء ملك الموت، مع ملك الموت من؟ رسول الله. أعطاه شربة، قال: ولأبيك شربة مدخرة. فرفع صوت علي الأكبر، قال: أبا، هذا جدي رسول الله، سقاني شربة من الماء كما وعدتني من كأسه الأوفى، وقال: إن لك شربة مدخرة، يعني سريع تجي تشرب. هذا الموت وقع، وقع الموت على علي الأكبر، لكن كيف وقع علي الأكبر على الموت؟ بأية حال؟ وإذا به يبطعونه بالسيوف إربا إربا. لما أقدم هو على الموت، مو الموت جاء، الموت جاء بشكل طيب، لكن لما علي الأكبر ذهب إلى القوم، كيف رقت روحه إلى السماء؟ قطعوه بسيوفهم إربا إربا. ولذلك الحسين كان يعرف، من جهة صبر علي الأكبر، لأن علي الأكبر سيلقى شيئا فظيعا، فأشار له إلى الشربة اللي راح يشربها من كف رسول الله. ولكن الحسين ضم علي الأكبر، نادى على أخواته. علي الأكبر حمل حملتين، ففي الحملة الثانية نادى على أخواته، نادى على
على نسوته على عماته ودعوا عليا. فجعل علي الأكبر يودع النساء، فأيضا جاءه أبوه يقول ابن نصار: يا ويلي من تلاقوا عند الودع، يا ويلي من تلاقوا عند الودع، امشاب اجطول لما انهووا للقاع، لاع الأب لابن والولد لاع، على ابني يا ويلي وداعي لك شر، يشم حسين خد ابنا ويحبه، ودمعة مثل دمع ابنا يصبه، ونار اللي بقلب ابنا بقلبه يخفيها على ابنا ونوب تظهر. كلكم يحفظ. يكلمه والدمع بالخد دفاق، بعبرة مكسرة وبقلب خفاق، يا ابويا وداعت الله هذا الافراق، وبالكوثر يا ابويا اليوم تمطر. همز فرسه نحو القوم وهو يرتجز ويقول: انا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله اولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف حتى ينثني، ضرب غلام هاشمي علوي، حتى أوصل القتلى إلى قرابة المئتين، وهو يرتجز ويقول: الحرب قد بانت لها مصادقه، والله رب العرش لا نفارقه، جموعكم أو تغمد البوارق، هزغ الدار تودب العمامة، نشر راس اسم الله على النشامة، خز قلوبها وشرق الهامة، مساميها ورمح يلحق الفر، بن هاشم من التبموش ملفوف، أبوه حسين بالميدان معروف، وجد حيدر الكرار موصوف، وعم الحسن والعباس الأزهر، تموج الخيل من يجبل عل، لكن الخيل أبو الحسن بيها ذاب، هذا ورا وهذا لديها، مساميها ورمحا يلحق الفر، ضج العسكر من حملات علي الأكبر وهو يقول: أنا ابن خواض الغمرات، أنا ابن منكس الرايات، أنا ابن علي ابن أبي طالب، عندئذ شد عليه لعين من القوم يقال له مرة ابن منقذ العبد، آجركم الله ما ولى اللعين حتى ضرب علي الأكبر على أم راسه. أين المنادي وعلياه وسيداه؟ فعندئذ وضع علي الأكبر رأسه على رأس الفرس، سالت الدماء على عيني الفرس، الفرس أخذ علي الأكبر إلى وسط المعركة، فهجموا عليه من كل ناحية، هذا يضربه بسيفه، وذاك يطعنه برمحه، وذاك يضربه بسكين، حتى قطعوه إربا إربا. فنادى بضعيف الصوت: أدركني يا أبتا. عقب ما شرق الهامات والطف،
اجت ضربة العبد على الرهب ضعف وتواردوا بسيوفهن شبك على المهر ويلي والمهرفة شبك على المهر لباله يوديه أوال المهر للعدوان فربي وتشبأه بموسط العسكر هذا يقطعي بسيفه وريده وهاي هذا بالخناجر فالصليده وهذا يغطى من رمح الحديدة بخاصر توهو يعالج ويفغر إيب الله يعالج ويفغر وإذا بالحسين عند ولده علي الأكبر رآه بتلك الحالة فعندئذ رمى بنفسه من على الفرس وضع خده على خده صدره على صدره يا بويا من سمع يمك ونيلاياك ومن شبحت لعند الموت عيناياك وللعشرين ما وصلت سنيناك وحاتفني عليك الدهر لك شهر عندئذ خشيت سيدتنا زينب أن تفارق روح الحسين بدنه عند ولده علي الأكبر فوقفت بباب الخيمة نادت وولدايا وعليا أراد الحسين أن ينهض من عند ولده علي الأكبر قال أبا إلى أين؟ قال ها هي عمتك بباب الخيمة قال إذا خذني إليها أراد الحسين أن يحتمل ولده علي الأكبر فكلما حمل جانبا وقع جانب من جسم علي الأكبر لأنه موزع بالسيوف فنادى على فتيانه ونادى على بني هاشم وهو يقول احملوا أخاكم فلا طاقة لي على حمله إلا يا أياب ودن العمتي زينب أراها حتى تشد جرحي ترى ذايب حشاها قال لي عقلي ومهجتي حكياك براها لازم اشيلك للخيم يا قرة العين أنا لازم أشيلك للخيام يا مهجة الروح عن جثتك يا صبي زمان وين نار شقول لمك لو قلت ظل علي مطروح لازم تقول ان كان جبت الولد
لكن بليلش الفكر يا حين ولطبع إلا لو شافت الجسمك يا عقل موزع عوزة وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني بلودة لكن عين الله على ضجتها النساوي إلا شال المدلل فوق صدره وللخيام وللخيام يبكي ونادي فتي قلبي فاق فاق دلولة قوم يا ليلة للولد جمعي له سايد يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار يا الله.